نبدأ من إبراهيم الحسناوي بما أنه في الداخل الأوكراني. إبراهيم، كيف يبدو تطورات الميدانية، أيضا تدمير كثير من القوات الأوكرانية ومخازن يعني الوقود بالنسبة للجيش الأوكراني؟ بالفعل ماجد، في الحقيقة 24 ساعة الماضية كانت هادئة نسبيا في عموم أوكرانيا باستثناء بعض القصف الروسي الذي استهدف بعض المناطق والبنى التحتية ومستودعات الوقود. الجبهة الأكثر اشتعالا ما زالت في الشرق، في تحديدا في إقليم دونباس بإقليميه دونيتسك ولوغانسك وكذلك مدينة ماريوبول. هذه المناطق تشهد معارك ضارية بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية التي تحاول توسيع سيطرتها وبسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس تحديدا. خاركيف أيضا ما زالت تشهد بعض المواجهات والمعارك. هناك حديث هذا الصباح للسلطات الأوكرانية عن أن القوات الروسية ما زالت تحشد قواتها على حدودها الغربية وحتى داخل منطقة دونباس، وهذا ما يؤكد بأن حسب المصادر الأوكرانية طبعا أن الحملة العسكرية أو العملية العسكرية الواسعة لروسيا في إقليم دونباس باتت وشيكة. هناك مجهود كبير من السلطات الأوكرانية لإجلاء المدنيين من هذا الإقليمين. شاهدنا بعض الصور هذا الصباح لمئات المدنيين خاصة من دونيتسك الذين يحاولون الخروج منها باتجاه الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية. يوم أمس وجهت السلطات الأوكرانية وهيئة الأركان نداء للمواطنين في خاركيف ودونيتسك ولوغانسك بضرورة الإسراع في المغادرة قبل وصول القوات الروسية واشتداد المعارك وتجنب ربما ما حدث في بعض المناطق الأخرى على غرار ما حدث مثلا في بوتشا المحاذية للعاصمة كييف. اليوم هناك حديث أيضا لنائبة رئيس الوزراء إيرينا فيرتشوك عن فتح ممرات إنسانية، 10 ممرات إنسانية ربما يتم فتحها هذا اليوم من 3 مناطق من ماريوبول ودونيتسك ولوغانسك من أجل الإسراع أو السماح بإجلاء المدنيين المحاصرين خاصة من مدينة ماريوبول التي ما زالت تتصدر مشهد المأساة الإنسانية المتفاقمة هنا في أوكرانيا. الحديث ربما تقوم السلطات بإعداد بعض الحافلات على غرار ما جرت عليه في الأيام الماضية وأيضا السماح للمدنيين من ماريوبول بالخروج بسياراتهم الخاصة.